مع توسع شعبات زراعة أشجار الزيتون بولاية شلف، توقعات بإنتاج جيد هذا الموسم يفوق 30 قنطارا في الهكتار، وبمعدل 20 لترا من زيت الزيتون في القنطار. هنا بهذه المعصرة ببلدية الأبيض مجاجة، وجد الفلاحون ما يخفف عنهم عناء التسويق. احنا من الناس اللي يشجعوا باش التطور تاع هذه الشعبة، وفيها نحوسوا كاع لي فاريتي واللي ينجحوا في الولايه تاعنا، وخاصه احنا عندنا ولايتنا ذات طابع فلاحي بامتياز. تعامل مع هذا المصنع، مع سارة تاع زيت الزيتون، بجمع هذا الزيتون البري من عند الناس اللي ساكنين في المناطق الريفيه. خدموا مع هذه المعصره، إيه رانا كل عام ان شاء الله نجيبوا لهم الزيتون. إيه وماذا بينا احنا كما يقول لك راه المؤسسه هذه وانها مؤسسه ما شاء الله. المعصرة تقوم باستخراج زيت الزيتون من خلال سلسلة إنتاج تعمل بأساليب وتقنيات حديثة تضمن الجودة العالية والسلام الصحي. التخزين تاعها يكون في صناديق يعني خاصة، حتى أنه تمشي في المعصرة عن طريق آلات يعني حديثة بدون أن نستعملها في الأكياس. هذه تعطينا بعد العصر تعطينا نوعية يعني جد ممتازة. ما تخفرش انه زيت الزيتون عنده واحد المعطيات يعني واحد لي بارامتر نمشيو عليهم، مثلا لاسيديتي، عندك لو بيروكسيد، لانديو ستابيليتي، لاسيد بالميتيك، لاسيد انيوليك، لاسيد اوليك. هادو كل التحاليل نستعملوها في زيت الزيتون يعني باش نتحصلوا على زيت زيتون بكر ممتاز. الدوله ساعدتنا باش جبنا خط جديد جدا، راه قيد التركيب ان شاء الله، وجبنا خط يعني خاص بالتعبئه الحمد لله. راح نزيد نكبر المشروع ان شاء الله، نشوف على التوقعات وعلى ما نشوف في 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 في, في الجزائر. ديسي من 4 سنوات 5 سنوات الجزائر تصبح من بين الدول الاوائل المصدره لزيت الزيتون. مؤشرة إيجابية تحققها هذه الشعبة في إنتاج زيت الزيتون لتمويل السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.